كان كم ده كامل الموديل اس باكر الموديل. عندما نقول انه يجب علينا تغيير نموذج استهلاك الطاقه فهذا يعني اننا ندعو ايضا الى تغيير القوانين. الحكومة قالت إنها ستسحب ضريبة استهلاك طاقة الشمس، وهناك لوائح أوروبية تطالب بالسماح بالاستهلاك المشترك لهذه الطاقة. خطوة برشلونة ليست سوى مقدمة لتحولات مقبلة. إذا لم نغير ثقافة الاستهلاك ولم نتخلص من الجهل السائد في هذا المجال ستبقى تلك الخطوات غير كافية، والمستهلكون يجب أن يعوا أنهم يستهلكون كميات كبيرة من الطاقة دون إدراك تداعيات ذلك.